بعد تحميله مسؤولية الهجمات الفلسطينية على المستوطنين الصهاينة، يبدو أن وزير الأمن في حكومة الاحتلال يحاول إرضاء اليمين المتطرف من خلال الإعلان عن تسليح المزيد من المستوطنين وهدم منازل الفلسطينيين، إضافة إلى مطالبته بإنشاء ما سماه الحرس الوطني. خطوة منح رخص حيازة وحمل السلاح وصفتها منظمات حقوقية بأنها تشريع وضوء أخضر مباشر من حكومة الاحتلال لقتل أي فلسطيني يوجد أمامهم دون أي عقاب أو مساءلة، وهي خطوة ليست بالجديدة، فقد سبق وأن أدخلت دولة الاحتلال تعديلات على قوانينها المتعلقة بحيازة السلاح عام 2018، ما يسمح لنحو مليون إسرائيلي أن يتقدموا بطلبات للحصول على رخصة سلاح، علما بأن 150 ألف إسرائيلي يملكون حاليا رخص سلاح. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اتخاذ سلسلة إجراءات عبر توسيع دائرة الاعتقالات وسحب المزيد من حقوق الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية، وهو استهتار بحياة الفلسطينيين وفقا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي قالت إنه وصل إلى مرحلة خطيرة، فيما حملت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي مسؤولية مواصلة الاحتلال إراقة دماء الفلسطينيين بسبب ما سمته التقاعس المخزي، مرجحة استمرار الهجمات المميتة ضد الفلسطينيين بسبب غياب المساءلة وإفلات إسرائيل من العقاب. ومع تمادي الاحتلال ومستوطنيه الصهاينة في ارتكاب ما بات يعد جرائم حرب، فإن نشاط حركة المقاطعة العالمية المعروفة BDS ضد الكيان المحتل بات يتسع، وهو موقف دولي استشعر الاحتلال خطره ودفع به إلى زيادة الميزانية المخصصة للمساعدة الدفاعية، حتى وصل الأمر إلى أن العديد من الإسرائيليين أصبحوا يشعرون بالحاجة إلى إخفاء هويتهم خشية تعرضهم للأذى بسبب تنامي مشاعر الكراهية ضد الكيان المحتل ومؤيديه في العالم أجمع.